خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور نبيل عبد المقصود، استاذ علاج السموم والادمان بجامعه القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور نبيل. دكتور نبيل، يا دكتور، دكتور نبيل غالبا الخط قطع. طيب بصوا يا جماعه، مساله في منتهى البساطه. معانا دكتور نبيل. الو يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا بيك. اهلا يا دكتور، ايه الاحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. دكتور نبيل، يعني اللي حصل من الاستاذ او اللي حصل مع الاستاذ اشرف تحديدا، هو بيحكي لنا الحدوته بتاعته. انا عارف هي كانت، يعني احنا طولنا على حضرتك شويه، بس كنت عايز افهم قدر الامكان ايه اللي بيجرى. من الواضح انه زي ما اتقال له كده من الشركه بتاعت الغاز، انت فيه كان عندك نسبه ارتفاع في معدل اول اكسيد الكربون جوه البيت، وده اللي ادى للاختناقات اللي حصلت لاسرته. ليه بيحصل كده؟ يعني ايه اللي بيجرى؟ وازاي ما بنشم الشريق؟ ايه اللي بيجرى؟ ولو عاوزين نتقي ذلك نعمل ايه يا دكتور؟ بص، عايز اقول لك حاجه. هو قال جمله لم يقصدها، لكن جمله في الجون. ها. قال القاتل الصامت. صح. هو هضيف له عليها كلمه كمان، المريح. مريح، يعني القاتل الصامت المريح، غير مزعج. ازاي هضيف له الجمله، الكلمه دي فهتبقى جمله متكامله بالطريقه دي. قاتل صامت مريح. اكسيد الكربون من الحاجات اللي في منتهى الخطوره. ليه في منتهى الخطوره؟ لان ما بيزعجش الواحد ابدا، ولا بيضايقه، ولا بيعصبه، ولا بيجيب له اي نوع من انواع الاعراض. بالعكس، هو بيخليه كسلان وهمدان وعايز ينام، وينام ما يصحاش. يا ساتر يا رب. عشان كده. وبعدين حتى ده لا قدر الله لما بيموتوا تلاقوا وشهم احمر. ازاي؟ لان الكرات الدم الحمراء هي المسؤوله عن نقل الاكسجين من الرئه الى اعضاء الجسم كلها، وخاصه المخ اكثر حاجه حساسه للاكسجين. لما بيزيد اول اكسيد الكربون بيربط نفسه مع كرات الدم الحمراء، اسرع من الاكسجين بكتير، الاكسجين هياخدها. فبالتالي يجي الاكسجين ما يلاقيش حد يشيله. فبدل ما هيروح لاعضاء الجسم، الدم محمل بالاكسجين هيروح ما فيهوش اكسجين، فيبتدي اول عضو يتاثر المخ. يبتدي المخ يحس بنوع من انواع الكسل نتيجه عدم وجود الاكسجين. ايوه. الكسل ده بيترجم بعد كده باسترخاء، ويروح مريح وينام، وبعد كده يفقد الحياه، لان كمان القلب بيتاثر بعد كده. تمام. فده قاتل صامت مريح. مريح. وبعدين العلاج بتاعه لازم يكون سريع. وبعدين المشكله اللي عنده الغريبه ان هي ما شمتش ريحه الغاز. يعني لازم، هو اول اكسيد الكربون ملوش ريحه على فكره. لا لون ولا رائحة. لكن شركة الغاز بتحط له نوع من انواع الروائح عشان ما يبقاش غير عشان يبقى ملاحظ، عشان ناخد بالنا منه، عشان يبقى ملاحظ. نفس الحكاية بتحصل لمين في الشتاء؟ الناس اللي في جراج، ويفتح العربية يدور العربية ويسخنها وهو قاعد جوه العربية. الشكمان بيطلع اول اكسيد الكربون. طبعا. يفضل يدور العربيه ويسيبها دايره على لغايه الدنيا ما تدفى شويه، ينام وهو قاعد في العربيه، ينام من اول اكسيد الكربون. ايوه. ويفقد حياته بهذه الطريقه. دي برضو حاجه معروفه جدا في الناس اللي عندها جراج مغلق خاص بالبيت، ويشغل العربيه. أيوه. عشان يدفي العربيه قبل ما يركب العربيه. طب الاسعاف الاولي في الحاله اللي زي كده يبقى ايه يا دكتور نبيل؟ قبل كده عايز اقول لك حاجه ثانيه كمان. اتفضل. الدفايات، في ناس بتجيب فحم وتولعه وتقعد تدفي الاوضه. الفحم ده بيطلع اول اكسيد الكربون. طبعا. زائد انه بياكل الاكسجين اللي موجود في الاوضه. اكيد، عشان يحصل احتراق. سلاحين، السلاح الاولاني اللي بيعورك ان مفيش اصلا اكسجين تعرف تشمه، لان الفحم ولع بيه. طبعا. الحاجه الثانيه ان عمال بيطلع لك اول اكسيد الكربون بيقضي على الكرات الدم الحمراء اللي هتقدر تشيل الجزء اللي احتمال يكون فاضل. فدي حاجه في منتهى الخطوره. طيب، في ناس تقول لك طيب نستعمل الدفايه الكهرباء، ده حاجه جميله، هي مش هتطلع اكسيد الكربون لكن هتاكل الاكسجين.
طبعا. فانت لما تفضل مشغلها 24 ساعه عشان تدف الاوضه وبعدين تخش تلاقي الاوضه دافيه وتنام وهي شغاله، هيبقى ما فيش اول اكسيد كربون لكن في اكسجين ناقص جدا طبعا. فبالتالي برضو غلط. فاذا الحل نمره واحد توعيه الناس بعدم عمل الحاجات اللي انا شرحتها ديت. في حاجه كمان على فكره بتحصل للناس اللي بتخش الحمام تستحمى ويحبوا يسيبوا الميه سخنه كده شغاله تقوم تملى المكان بخار كده ويدفي المكان ويكون السخان في الحمام. البخار ده عباره عن ذرات ميه. هو لما بيخش وشايف حاجه والدنيا مغبشه من البخار كل ده هيبقى جوه الرئه، فبيقلل مساحه الكميه اللي بتستنشق الاكسجين من الرئه، زائد ان الاكسجين اصلا لو في اي نوع من انواع تسريب الغاز هيبقى ده مشكله ثانيه موجوده، فممكن هو برضه يحصل له نفس المشكله. فدي حاجات يجب ان الوعي يزيد شويه ويبتدوا يتجنبوها. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه لازم تنقله لمكان ثاني غير اللي هو فيه، فتح كل الشبابيك ويبقى تطلعه البلكونه، تعمل اي حاجه تطلعه بره البيئه المغلقه اللي هي موجوده. دي نمره واحد. احنا قلنا الوقايه، احنا بنقول علاج بقى دلوقتي. دي نمره واحد. نمره اثنين لازم تنقله للمستشفى فورا. ليه؟ سيبك بقى من يقول لك اقعده او نيمه على ظهره وارفع رجليه كل ده ما يعملش اي نتيجه. الحل الوحيد تنقله مستشفى. ليه؟ بناء على المستشفى هيبتدوا يقيموا الوضع طبعا. اذا كان الوضع الاكسجين العادي مش هيجيب نتيجه على فكره، يعني لو اديته اكسجين عادي في المستشفى مش هيجيب نتيجه خالص. لو كانت الحاله فيها نوع من انواع اول اكسيد الكربون التحم بكرات الدم الحمراء بكميه كبيره، يبقى الاكسجين العادي لن يفيد في اي شيء، يبقى ساعتها نضطر نديله اكسجين تحت ضغط. لكن اذا كانت في بدايه الحاله لسه وحاول خدناه بسرعه، هيبقى الاكسجين العادي هيقدر يبقى مفيد، زائد ان هيبتدي يعالجوا اي اعراض موجوده ظهرت له قبل ما يحصل مشكله، عشان ما يحصلش تلف في المخ. ده ممكن يحصل مشكله كبيره طبعا. يبتدي من اول ان هو يحصل نوع من انواع تلف في احد اجزاء المخ طبعا، وبناء على الجزء اللي تم التلف فيه هيتاثر الجسم، اذا كان حاجه بالنسبه للعضلات اللي مسؤوله عن العضلات والحركه في المخ اتاثرت هيبتدي يفقد هذه القدره على التحرك، اذا كانت حاجه في البصر على حسب المركز اللي مظبوط. فبالتالي لازم كل ما راح بدري كل ما ممكن الاكسجين يفيده مع بعض المحاليل تقدر تساعده ويقدر ان هو عادي، وده اللي حصل مع الاسره بتاعته. لكن رجعوا تاني للبيت في نفس البيئه فابتدت تظهر الاعراض، وهو من حسن الحظ ان هو تنبأ الى ان هو ينقلهم في بيت تاني ويقدر يعرف الموضوع. الناس اللي ارسلوا اول اكسيد الكربون دول ناس كويسين قوي على فكره انهم عملوا هذا الشيء، والا ما كانش هيقدر يحدد ايه سبب المشكله. صح. انا بشكرك جدا دكتور نبيل، والله الف الف شكر دكتور نبيل. كل الشكر لدكتور نبيل عبد المقصود استاذ علاج السموم والادمان بجامعه القاهره.